أقرب حليف للرئيس أردوغان يحذر أمن غزة يعني أمن أنقرة، وهدفهم الكبير حصار الأناضول. في تصريح ناري لزعيم ثاني أكبر الأحزاب السياسية في تركيا دولت باتشلي، قال فيه: دعوني أذهب إلى غزة. وأضاف: وإذا لم تكن غزة آمنة فلن تكون أنقرة آمنة كذلك. وقال رئيس حزب الحركة القومية أنه إذا لم تكن القدس وغزة وحلب وكركوك ومواطنون وإخواننا في الدين آمنين، فلن يتمكن أي شخص عاقل وصاحب ضمير حي من التحدث عن أمن العاصمة أنقرة كما قال. وأكد باتشلي أن الهدف اليوم هو تطويق وحصار فلسطين والمنطقة بأكملها غدا وأخيرا تركيا، وشدد على أن مهمة حماية غزة تقع على عاتق الأمة التركية وفق قوله. وفي حديثه خلال اجتماع مجموعة حزبه أكد باتشلي رئيس رجب طيب أردوغان يخوض صراعا هائلا للقضاء على التهديدات التي تواجه بلادنا من مصدرها، أنه ليس وحيدا في هذه المهمة. نوه على أنه إذا لم نتصرف بعقليتنا وإرادتنا القديمة وفق وصفه، وإذا لم ندعم اتصالاتنا السياسية والدبلوماسية بالردع العسكري، فمن المحتم أن يحكم العالم على تركيا بمأساة مماثلة لتلك التي تقع في غزة وتهجير أهل الأناضول منها.